قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم مع مارك اللي بيكون رئيس شركة إعلانات كبيرة وبيشتري بيت جديد في منطقة هادية عشان يستقروا فيه، وتاني يوم بتنقل أسرته على البيت والواضح إن هو كان عاجبهم جدا ما عدا بنته الكبيرة اللي اسمها لارا اللي كانت عاوزة تقعد في البيت مع جدتها. وبالليل الأم بتحاول إن هي تتكلم معاها وبتعرفها إن البيت الجديد أحسن من الأول وإن هم عاوزين يتخلصوا منه بسبب الديون بتاعتهم. هنا سام بيروح على الأوضة بتاعته وبيكون مبسوط بيها جدا لأنه أخيرا هينام لوحده في السرير وبيلعب شوية مع أبوه. بعدين على العشاء بتكون لارا اسلوبها وحش جدا في الكلام مع اخوها الصغير، والام بتطلب ان هي تهدي الدنيا شوية لحد لما بتقوم من على الاكل عشان تكلم جدتها. طبعا الاب بيكون متضايق بسبب كلام بنته لحد لما بيخلص اليوم على كده. وبعد شوية الام بتعرف ان مارك عمل لها مفاجأة لكنه بيبوظ كل حاجة لما بتقع الشمع على الارض وبتولع الاوضة. بنعرف ان هما بيمروا بازمة مادية كبيرة جدا، لكن سارة بتكون واقفة مع جوزها وبيخلص اليوم لحد هنا. وتاني يوم ام سارة بتتكلم معاها عن اللي حصل وان مارك خد العربية بتاعتها، فبتحاول سارة ان هي تلم الموضوع وبتقفل معاها. وبعدين بتسمع صوت تكسير جاي من المطبخ وبتشوف قطة على الترابيزة لحد لما بيروح على الجرس بتاع جارهم. بنعرف ان هو بتاع ست عجوزة ساكنة جنبهم وبتفضل تبص على سارة بطريقة مرعبة فبتمشي من قدامها. بعدين بتساعد مارك ان هما ينقلوا الاجهزة الجديدة على البيت، وبيكون متعصب جدا بسبب الحمام بتاع القط فبيضربها بالجزمة. بعدين بيطلع جاره بسبب الصوت العالي فبيعتذر مارك عن اللي حصل وبيتعرفوا على بعض. وهنا بيطلب من مراته ان هي تنظف المكان، وسارة بتلاحظ علامات الضرب على رقبتها وبتعرف ان جوزها بيعتدي عليها. بالليل بتتكلم سارة مع مارك عن اللي شافته، فبيعرفها ان الموضوع ما يخصهمش وان هم عاوزين يناموا لان بكره وراهم حاجات كتير. وتاني يوم بيخرج مارك من البيت عشان يجري شويه وبيشوف الشغاله في البيت بتاع جارهم تصرفاتها غريبه، وقبل ما يقرب على البيت بيشوف الرسائل مرميه على الارض فبيحاول ان هو يرجعها تاني على الصندوق وبيكمل جري لوحده. وبعد شويه بترجع سارة مع ابنها من المدرسه وبتشوف الشرطه واقفه قدام البيت بتاع جارهم وبتحاول تعرف المشكله. بيعرفوا ان الشغاله بتكون ماتت واكتشفوا الجثه بتاعتها في التلاجة، والواضح ان هي كانت بتتعذب قبل ما تموت. وبنعرف كمان ان دي بتكون اول جريمة تحصل في القرية، وسارة بتحكي لمارك عن كل التفاصيل. بيكون خايف جدا ان لارا تعرف حاجة عن الحادثة لانها اول لما تعرف كده هتطلب ان هي ترجع تاني لجدتها. وبالليل مارك بيعرف مراته ان ده طبيعي في اي مكان، لكن لازم يخلوا بالهم من الموضوع وبيأمن البيت من كل حاجة. وتاني يوم بيخرج مارك عشان يجري شوية، لكنه بيلاحظ المرة دي ان المدينة كلها بتكون فاضية، وفي البيت بتاع الشغالة بيشوف مية كتير قدامها على الارض. وبيحاول هنا ان هو يقفل الحنفية عشان ينشف المكان، لكنه ما يعرفش ان حد بيكون مراقبه من البيت. وبالليل مارك بيكون شغال في البيت وبيسمع صوت قوي جدا جاي من بره لحد لما بيشوف واحده عماله تصرخ ومش فاهم منها حاجه، فبتنقلها هنا الاسعاف على المستشفى. ولارا بتعرف اللي حصل من الاخبار وبتطلب من ابوها ان هي تعرف الحقيقه عشان عاوزه تمشي. في الوقت ده بتروح سارة على المكان عشان يصلوا فيه وبتتكلم مع جارتها عن اللي بيحصل في المكان، وان الست العجوزه اللي اتنقلت امبارح للمستشفى بتقول ان هي شافت شبح الشغال على الطريق وفضلت تصرخ. هنا سارة بتلاحظ ان الكائن بيبص عليها بطريقه مرعبه لحد لما بيفضل يصرخ، وبتعرف ان مفيش حد واقف وراها. وبالليل بتحكي تاني مع مارك عن اللي حصل مع الكاهن، وبتعرف ان لارا مش موجوده معاهم في البيت لانها قاعده مع صاحبتها. بعد شويه الامن بيشوف ان في حد بيكون قاعد على الطريق، واول لما بيوصل ليها بيعرف ان هي شبح الشغاله وبتختفي من قدامه. وفي البيت مارك بيعرف ان في حرامي في البيت بسبب الجهاز الانذار اللي بيلقطه، فبيحاول هنا ان هو يمسكه بسرعه وبيلاحظ القناع على شكله ووشه مرعب، لكن الحرامي بيقدر ان هو يهرب من مارك بكل سهوله لحد لما بترجع لارا على البيت وبيفضل الاب يزعق ليها. وفي الوقت ده بتطلع على الاوضه بتاعتها وبيحصل مشاكل كتير جدا في البيت ومحدش عارف سببها. تاني يوم بيقرر ان هو يشتري سلاح عشان يدافع بيه عن نفسه، وسارة بتسمع صوت جارها وهي بتصرخ وبتعرف ان جوزها عمال يضرب فيها. ولما بيطلع جارها من البيت بتلاحظ ان على هدومه علامات دم كتير فبترجع على الشقة بسرعة. بعدين بتطلب سارة من جارتها ان هي تفضل معاها شوية، وبتلاحظ ان العلامات في جسمها بتكون باينة اكتر. بيقرروا هنا ان هم يربطوا كاميرا مراقبة في رقبة القط، وده عشان يلاحظوا كل حاجة بتحصل في الشقة عند جارهم من خلال الكمبيوتر. وهنا اصحاب لارا بيقرروا ان هم يروحوا على البيت بتاع الشغالة، وبتفضل لارا مستنياهم بره لحد لما بتعرف ان هم اتأخروا.
بعد شوية بترن عليهم ومحدش بيرد عليها، فبتقرر انها تدخل عشان تشوفهم، لكنهم بيحبسوها في الأوضة وبيقفلوا عليها. فبيتحاول هنا اكتر من مرة انها تفتح الباب لكنها مش بتعرف، لحد لما بيتفتح لوحده وبتشوف شبح الشغالة بيكون واقف وراها، فبتخرج من البيت بسرعة. وتاني يوم سارة بتتكلم مع امها وبتسألها عن اللي بيحصل معاهم في المدينة، لكن سارة بتعرفها ان كل حاجة كويسة. بعدين بنعرف ان مارك بيكون الديون عليه كترت، وعشان كده بيكون متعصب معظم الوقت وبيسأل عن لارا. وهنا بيكون متضايق جدا ان حماته بتتدخل في الشؤون بتاعت بيتهم، لحد لما بيروح بيت بتاع صاحبة لارا وده عشان يجيبها. بيتخانقوا مع بعض طول الطريق، وبتعرفوا ان هي مش عاوزة تعيش معاهم في البيت لانها خايفة من الروح بتاعت الشغالة. فبيعرفها هنا ان مفيش حاجة اسمها اشباح، وبياخدها على البيت اللي ماتت فيه الشغالة، لحد لما بيفهم انه كان غلطان من الاول. مع الوقت بيسمع صوت جاي من الحمام وبيشوف الروح بتكون قدامه، فبيعرف ان بنته ما كانتش بتكذب عليه. وتاني يوم قبل ما يعتزل ليها بيعرف ان هي نقلت من المدرسة، وان جدتها طلبت منها ترجع تاني على البيت عندها. المشاكل هنا بتزيد اكتر معاه، وبيعرف ان الشركة بتاعته بتكون قفلت، وان المدير خد منهم المرتبات وهرب على طول. بتحاول سارة ان هي تدور على شغل عشان تساعد جوزها، فبينزل مارك يدور على اي حاجة لكنه مش بيلاقي. بيرجع للبيت وبيعرف ان هو مش قادر يعمل حاجة، لحد لما بيشوف ابنه بيلعب مع ابن الجيران وبيحبسه في الدولاب. بيروح مارك عشان يرجعه للجيران، والاب هنا بيتعامل معاه بطريقة قاسية جدا، وبيستغرب مارك من المعاملة. بيروح يجيب الكاميرا اللي كانت بتسجل القطة، وده عشان يشوف التسجيلات، وبيعرف ان هي ما كانتش في رقبتها كل الفترة دي، لكنه بيلاحظ ان الكاميرا بتصور ابنه في كل حتة بيروحها، وبيحس ان روح الشغالة عاوزة تخلص عليه. بيروح بسرعة للبيت بتاعه عشان يعرف هي عاوزة ايه من ابنه، لحد لما بيشوف التلاجة بتتحرك قدامه. وفي الوقت ده سارة بتكلمه عشان تعرفه ان ابنها بيكون معاها في البيت، فبيرجع عليه بسرعة. بعد شوية بيعرف ان القطة تاني عندهم، فبيقرر ان هو يخلص عليها وبيخبط دماغها في السور. وتاني يوم سارة بتعرف ان جيرانهم بيكونوا نقلوا من البيت، لكنها بتشوف جارتها في الأوضة وبتختفي لوحدها. في الوقت ده بتعرف ان جوزها بيصرف الفلوس بتاعتهم، فبتطلب ان هي تساعده ولكنه بيرفض على طول. بنعرف ان مارك بيرفض كده بسبب امها، وان هو مش عاوز يحس نفسه قليل قصادهم، فبينزل على اي شغل وخلاص. بعدين سارة بتتصل بيه عشان تعرفه ان جارهم بيكون مات هو والاسرة بتاعته، فبيرجع عليهم وبيطمن على ولاده. ومن الشرطة بيعرف ان جارهم قتل ابنه ومراته بمنتهى الوحشية، وفي الاخر خلص على نفسه، لكن الطب الشرعي بيعرف ان هم اصلا ماتوا من بدري. وفي الاخر سارة بتجيب اخرها من المكان، وبتطلب من مارك ان هم لازم ينقلوا من هنا، وبيعرفها ان هو مديون ومش هيقدر يعمل كده. بالليل بتصحى سارة على صوت جاي من الحمام، بعدين بتطمن على ابنها وبترجع تاني على الأوضة عشان تنام. وتاني يوم بنشوف الأم بتكون متعصبة جدا على ابنها بدون أي سبب، فمارك بيحاول يهديها وبتطلب المساعدة من أمها. بترجع لارا على البيت وبتشوف الأشباح حواليها في كل حتة، فبينقلوها بسرعة على المستشفى. بتقرر سارة إن هي ترجع تاني على بيت أمها، وفي الليلة دي بتحصل عاصفة شديدة جدا، فبيأجلوها لتاني يوم. وبعد شوية بيعرفوا ان ابنه مش موجود في الأوضة، فبيروح على بيت الجيران عشان يشوفه، وبيلاقي رسومات غريبة. بيعرف ان الأسرة دي كانت عايشة حياة سعيدة جدا مع بعض، لحد لما حياتهم بتتحول لجحيم. في الوقت ده بيظهر تاني شبح ابن الجيران قدامه، وبيحاول ان هو يجري منه، فبيخبط في شبح الام على طول. وبعدين بيظهر شبح الاب قدامه، وبيفضل مارك يسأله عن ابنه لحد لما بيضرب النار عليه. وهنا سارة بتوصل على مكان عشان تشوف جوزها بسرعة، ولما بتوصل عليه بتشوفه بيضرب النار على الدولاب، وفي الاخر بتعرف ان ابنها كان مستخبي جواه، لكنها بتعرف ان هو لسه عايش. لكن مارك بيفضل شغل باله ان ابنه بيكون مات بسببه، لحد لما بيخلص على نفسه. في الاخر بيرجعوا تاني على البيت بتاع جدتهم، والاب بتعرفهم ان مارك ضحى بنفسه عشانهم. وفي الاخر بنشوف فلاش باك لسارة ومراته وهما فرحانين جدا مع بعض، لكن للاسف المدينة بتنهي احلامهم، وبيخلص الفيلم لحد هنا. بنعرف ان المدينة دي ملعونة، وبتلعن اي شخص بيدخل جواها، وبتحول اي اسرة حياتها الجحيم. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.